الأرقام تتحدث عن 10,000 قام الأمن العام اللبناني بعملية تسهيل مرورهم وختم جوازاتهم من هذه النقطة باتجاه الداخل السوري. الآن نشاهد كيف أن هذه المركز أيضا هو خصص للبنانيين وأيضا للسوريين، بالإضافة إلى مركز آخر أصبح في المبنى الثاني. سنذهب سوية وفي صور حية ومباشرة للعمل التي يقوم به الأمن العام اللبناني من جهة، وأيضا حركة النزوح باتجاه العاصمة السورية دمشق، وأيضا كيف يقوم الأمن العام اللبناني بكل هذه الإجراءات. هنا فتحت على مدار ال 24 ساعة، أعطيت التعليمات كما نشاهد من الإدارة المركزية في بيروت، المديرية العامة للأمن العام، بالتسهيل السريع إن كان هذا جزء مخصص للسوريين أو أيضا الجزء المخصص للبنانيين.